مثلت أحداث سبتمبر صفعة قوية تهدد مستقبل بوش السياسي، وتنذر بأفول حظه في انتخابات رئاسية قادمة كان يرى نفسه فيها صاحب الكفة الراجحة وسط خصومه. ومن ثم كان على القائد المهزوم أن يبحث عن نصر سياسي سريع يرمم به شعبيته المهددة بالانهيار، وكان الحل في الشرق الأوسط، في أفغانستان، ومن ثم في العراق. يقول دونالد رامسفيلد في مذكراته إن جورج بوش طلب منه في صباح 26 من سبتمبر أيلول، أي بعد 15 يوماً من أحداث 11 من سبتمبر، الانضمام إليه في المكتب البيضاوي وحده، حيث طلبه بوش يومها بخيارات إبداعية. الأمر الذي فهمه رامسفيلد على أن الرئيس الأمريكي يريد شيئاً مختلفاً عن القوة البرية الهائلة التي تم تجميعها خلال حرب الخليج الثانية عام 91. أما صاحب فكرة غزو العراق فيقول وزير الدفاع الأمريكي إنها لم تكن من بنات أفكاره، بل اقترحها مساعده آنذاك بول وولفوويتس، أحد أبرز الصقور في إدارة الرئيس بوش الابن، وهو رئيس سابق للبنك الدولي، الرجل الذي أصبح يعرف لاحقاً على أنه مهندس حرب العراق. ويقول إنها جاءت في سياق اجتماع بمنتجع كامب ديفيد الرئاسي بعد وقت قصير من وقوع الهجمات. في 21 من نوفمبر من عام 2001 طلبني الرئيس فالتقيته في غرفة صغيرة على بعد أقدام من غرفة اجتمع فيها للتو مجلس الأمن القومي. أغلق الباب وسألني أين نحن في مسألة التخطيط بخصوص العراق؟ أخبرته بأنني قمت بصياغة ملخص لخطة موجودة بالفعل تشبه إلى حد كبير خطة حرب الخليج الثانية، وكما توقعت لم يكن هذا هو ما يريده الرئيس. قلت من أجل إحراز تقدم في الأمر أحتاج للتنسيق مع الآخرين في وزارة الدفاع وفي القيادة المركزية لتطوير تلك الخطة. فرد الرئيس جيد، هذا أمر جيد. أخبرته بأن القيادة المركزية يمكنها تطوير الأمر عبر الطريقة الطبيعية، لكن الأفضل أن ينسقوا مع المخابرات للوقوف على الحالة الاستخبارية الأخيرة للعراق فيما يخص قدراته العسكرية ومواقع أسلحة الدمار الشامل والأهداف الأخرى. نعم، أنا أعتقد أنه بالأخذ في الاعتبار المعلومات المعطاة للوزير رامسفيلد بواسطة المخابرات، بالإضافة إلى وقائع الأحداث في 12 شهراً اللاحقة على هجمات 11 من سبتمبر، فإن الولايات المتحدة وكذلك دول أخرى كثيرة استشعرت ضرورة صناعة تغيير في النظام السياسي في العراق. من الضروري أن نفهم أن كل جهاز استخبارات في العالم في ذلك الوقت قد آمن أن صدام لديه أسلحة نووية. نعم، لم يثبت صحة ذلك، لكن على كل حال إعطاء احتمالية لشن هجمات إرهابية أخرى على الولايات المتحدة أو حلفائها أدى إلى اتخاذ القرار بمهاجمة العراق. أنا لا أعتقد أن هذا القرار كان لأسباب سياسية، أعتقد أن الشق السياسي كان حاضراً أثناء المناقشات، لكن في نهاية الأمر المسألة كانت مسألة أمن قومي بشكل قاطع.